حب في أول حياتهم وفشلت. وكأنما إحنا وإحنا صغيرين قصة الحب العمياني ده مربوط بالإيماتيوريتي، بعدم النضج. الحب جميل جدا وراقي جدا جدا، ما ينفعش ننسبه للأذى اللي بيحصل ده. قصة إن حد اتصدم أو اتصاب في عواطفه دي ليها علاقة بالتوقع المسبق بتاعه. يا أستاذة مي، حضرتك غالبا والله أعلم وكلنا بيحصل لنا ساعات كده، توقعتي حاجة من اللي قدامك ده كبير قوي، ورسمتي بيت جميل جدا في الهوا، بيت من الرمل على شط البحر. المشكلة في توقعك، ولذلك لما اتصدمتي الصدمة كانت كبيرة شوية، عطلتك ووقفتك. اسعي بكل طاقتك وقوتك انك تطلعي بقى، قدمي، امشي. ساعات كده لما بنتخبط خبطة جامدة من كتر الخضة بنتشل حركتنا، زي اللي بيجري عليه كلب، فبدل ما يجري منه راح واقف متسمر لحد اما الكلب عضه. الصدمة دي بتاخد شوية وقت حبيبتي ان شاء الله، وبعدين بنعدي ونتجاوز ونجتاز. الوقت، اعرفوا الوقت اكبر ضامن ان شاء الله لفك الاشتباك العاطفي مع الذكريات. انا اتصبت النهارده، مي انت موجوعه حبيبتي النهارده، شويه وقت ان شاء الله اصبري، هتلاقي ان الاحساس ابتدى يستقيم، وفي يوم من الايام بعد 10 20 سنه يديلك الصحه والعمر والبركه، تفتكري اخينا ده وتدعي له بالهدايه، تفتكريه كده صامت من غير احساس. بس اسعي في عرضك بسرعه جدا، ما تعطليش وتقفي. الخبطه الجامده اللي اتخبطتيها دي هتنفعك عمرك كله بعد كده ان شاء الله. لو ما كنتيش اتخبطتيها دلوقتي كنت ممكن تتخبطيها في وقت اصعب من الوقت اللي انت فيه، وكله بيعدي. صحيح. وعايز اقول لك حاجه يا مي، انه الخطيبك اللي هو مشي وانت بتشوفه شايفاه سيء جدا، كل ما انت بتنكسري اكتر وبتنزوي اكتر، هو ده بيحقق له شيء كويس، انه كسرك. فليه تخليه يكسرك ما دام انت شايف انه مش كويس؟ فده بس سبب لوحده كده يخليكي تقولي لا يلا، لان هو انت رايك انه مش كويس، فما تخليش حد كمان مش كويس يكسرك. في واحده بعتلنا بتقول انه في ناس بتاذي الناس بالكلام طول الوقت، يعني يخبطك كده كلمه، يعني مش عارف، يعني وتجرح مشاعر الناس وتديهم كلام كده بايخ كلامهم سم، وطالبه منك رنا صح، ربع طالبه من حضرتك توجه كلمه للناس دول، الناس اللي هي بترازل الناس كده، يعني ما سنة قبلك بتتخنت كده، مش عارف يا عم انت رحت مش عارف ايه، الناس اللي موتوا صلاح صبور اللي بيرازوا بالكلام. اوجه لهم هم كلمه، دول ما بيسمعوش يا فندم، دول بيتكلموا بس. الناس دي ما بتسمعش، الناس دي بتتكلم بس. طب انا اعمل ايه؟ تبعد عنه. مش انا كمحمود يعني، كلما يعني كلما ما لاقوش انا دلوقتي يا روبا، كلما يا بنتي اللي بيقول لك كلام وحش ده ما لقاش استجابه منك، كلما اتحرق الكارت بتاعه. الناس دول بيقولوا كلام وحش عادة علشان بيستمدوا احساسهم بالثقة والقوة من انهم يأذوا حد جنبهم. المشكلة الآتي، المشكلة لما الناس دي تلاقي حد قابل انه يتأذي، وبعدين يجي اللي بيتأذي ده يقولك اصل هروح فين، اصل جوزي، اصل ابويا، اصل خالتي. ما تسمحيش لحد يا بنتي يقولك كلمة وحشة وتصدقيها. يعني واحد قال لي انت وحش، لو انا صدقت ان انا وحش هو كسب وانا اتوجعت. لو هو قال لي انت وحش وانا من كتر ما انا حلو ما ردتش عليه بس ما صدقتوش، هو الكارت بتاعه اتحرق مرة في 2 في 100 في 1000، هيسكت. يا اما بيتحولوا الى وحوش، ايه ده انت ما تأذيتش بالكلمة، لا انا هضربك. وممكن تدي له كلمه بالكلمه على فكره، من حقك. يا بلاش يا بيبي، نحط نفرضهم على الازلي، من حقك جدا. وممكن تقولي له سلام وهو يفهم بقى المعنى، سلاما اذا خطبه الجيلون قالوا سلاما.